إذن لموضوعنا الرئيس لليوم مشاهدينا، جارتان إلى أن السياسة فرقت ما جمعته الجغرافيا. المغرب والجار الجزائر علاقتهما على صفيح ساخن، توتر تاريخي تزيد تصريحات مسؤولين من المغرب أخيرا واتهام الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمنه. وقال بيان للخارجية المغربية أنه يتفهم تضامن الجزائر مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليساريو، إلا أن الجزائر وفي الأيام القليلة الماضية منحت دعمها الرسمي لطلب المغرب استضافة كأس العالم لعام 2026. وفي حين يدعم كثير من المواطنين هذا القرار، يعتقد آخرون أنه مجرد خطوة سياسية في وقت يسود فيه التوتر بين الدولتين. في سابقة حركت الماء الراكد بين الدولتين، أعلنت الجزائر دعمها الرسمي لملف ترشيح المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2016. الجزائر التي وافقت سلطاتها على تعيين النجم الدولي السابق الأخضر باللومي سفيرا لملف المونديال، تجاوزت سنين طوال من العداء مع جارتها المغرب على خلفية أزمة الصحراء المتنازع عليها. هناك روابط قوية للغاية بين الجزائر والمغرب. على سبيل المثال، الفرحة التي شعر بها المغاربة عندما تأهلت الجزائر لكأس العالم، أو فرحة المغاربة برحلة الفريق الجزائري لبلادهم. خرج المغاربة إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم بنتائج الفريق الجزائري. هذا أول شيء. الشيء الثاني هو أن المغرب باعتباره جزءا من المغرب العربي سوف يضع المنطقة تحت الأضواء، لأن الناس من كل أنحاء العالم والسائحين ومحبي كرة القدم سوف يأتون من أجل كأس العالم. هنا في نادي حسين داي المحلي بالعاصمة الجزائرية تربى أحلام هؤلاء الصبية بأن يصبحوا الجيل القادم من لاعبي كرة القدم المحترفين. يعاونهم في ذلك المدرب واللاعب الدولي السابق شعبان مرزقان، أحد كبار الداعمين لطلب المغرب باستضافة البطولة. الجميع يتضرعون إلى الله كي تقام بطولة كأس العالم في المغرب، فلماذا لا نتمنى نحن ذلك أيضا؟ نحن نؤيدهم. منذ إنشاء كأس العالم أقيمت البطولة في أفريقيا مرة واحدة فقط، وكانت في جنوب القارة، والآن إذا كانت ستقام على جانب البحر المتوسط فلما لا؟ المغرب يقع بين أفريقيا وأوروبا، وبالتالي فالأمر منطقي. من المنطقي أن نقول أن المغرب العربي يستحق تنظيم كأس العالم هذه المرة. بالنسبة لي أنا أؤيد طلب الاستضافة هذا، وأنا سعيد للغاية بأن يكون بلومي جزءا من هذا الأمر. استضافة بلد إفريقي للبطولة سيجلب الأضواء للمنطقة ويعود بالنفع على دول الجوار، حقيقة ربما تفسر التباين في آراء الشارع الجزائري حول الأمر. صافي بليزير كي الدولة الجزائرية راهم يعاونوا الدولة المغربية، إن شاء الله تكون خطوات واحدة أخرى، وخطوات ماشي بالنفاق ولا خطوات ماشي باش بيبليسيتي. عقليتي يعني كمواطن نشوف فيها تدعيم السلطات المغرب باش تنظيم كأس العالم، ترشيحات كأس العالم، يعني نشوف فيها سياسة. ما نشوف فيها يعني حاجة مليحة، ولا أنا نشوف فيها سياسة. الدعم الجزائري لملف المغرب في المونديال ربما يمثل مؤشرا لانفراجة في العلاقات بين البلدين، خاصة وأن عشاق الساحرة المستديرة على ما يبدو لا يعبؤون كثيرا بالتاريخ حينما يتعلق الأمر بكرة القدم. فهل يصلح المونديال ما أفسدته السياسة؟ مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر العاصمة معمر جبور، وهو صحفي بالقناة الإذاعية الثالثة في الجزائر، وأيضا من باريس معنا السيد سعيد السالمي أستاذ الجيوسياسية في جامعة بوزانسو الفرنسية. أهلا بكما ضيفي الكريمين في التلفزيون العربي وفي شبابيك. أبدأ معك معمر في هذا الموضوع. يعني معمر، قرار يمكن رئيس الجمهورية في الجزائر العزيز عبد العزيز بوتفليقة بشأن دعم المغرب ملف استضافة كأس العالم 2026، برأيك أولا كيف تراه، وهل فعلا حرك المياه الراكدة؟ مساء الخير. هو مساء. نعم، حرك المياه هي تبين النية تاع الجزائر باش يكونوا علاقات مليحة مع المغرب. هي تبين كذلك بأن الجزائر تريد أن كأس العالم تأتي في المغرب، أو هي خط المغرب كانديدات، مي حاجه اللي راح تزيد في ان رافيرميسمون بين الشعوب.
تونس الجزائر والمغرب. والجزائر تبين اتخافيغ ست ديسيزيون هي ديسيزيون بوليتيك، تبين بان الجزائر عندها رغبه باش تكون لها علاقه مليحه مع الاخوه ومع مع الدوله المغربيه. هذا هو القراءه اللي نقدروا نعملوها من لا ديسيزيون اللي اتخذت من عند الرئيس الجمهوريه باش يدعم لا كانديداتور ماروكان. طيب نسأل السيد سعيد معنا من باريس. سعيد، تعليقك مبدئيا على الموضوع وأيضا موافقة السلطات في الجزائر بقبول تعيين نجم يعني الكرة كرة القدم سابقا الأخضر بلومي كسفير لملف المونديال للمغرب، يعني هذه الخطوة يعني ليست فقط هي موضوع يمكن أن تكون خطوة رياضية فقط. أهلا بكم وبكل المشاهدين، أعتقد وبضيفكم الكريم أيضا، أعتقد أنه ليس من الصواب أن تقرأ بهذه يعني أنها لها بعد سياسي، ولكن ليست من حيث كونها تعبر عن إرادة من جانب الجزائر. أعتقد أنها تتعلق أساسا بموضوع مهم جدا وهو موضوع الرياضة وهذه المناسبات الرياضية التي تأتي كمؤشر لكي تذكر النظامين المغربي والجزائري بمدى متانة أواصر المحبة ومتانة مدى قوة المشترك الثقافي والعقدي الذي يجمع ما بين الشعبين. إذن الرياضة هي التي فرضت على النظام الجزائري أن يتبنى هذا القرار، يعني أن الشعب الجزائري لن يستطيع أن يقبل بغير هذا القرار. لأن السؤال الذي يجب أن يطرح عندما يقال مثلا هل ستفسد الرياضة ما هل ستصلح الرياضة ما أفسدته السياسة، السؤال الذي يجب أن يطرح في واقع الأمر هو هل ستكف السياسة عن إفساد ما تصلحه الرياضة، مع العلم بأن الرياضة في ما بين المغرب والجزائر لا تصلح بمقدر ما هي مؤشر يعبر على أن هذين الشعبين شعب واحد وعلى النظامين أن يكف عن توظيف السياسة أو عن تصدير أزماتهما أو عن التوظيف الجيوسياسي. لكن سيد سعيد نعم، لكن سيد سعيد يعني تحولت المناسبات الرياضية في الكثير من الأوقات إلى مناسبات يعني لمحاولة الضغوط السياسية ممارستها بدلا من أن تكون كما ذكرت يعني بموضوع أن تكون جامعة وموضوع التذكير بأن عدم يعني إدخال السياسة بالرياضة. بالضبط، هذا سؤال وجيه ولدينا أمثلة في التاريخ، وهذا أيضا يشكل نقطة إيجابية للشعبين أيضا، مثلا لأن الشعب الجزائري والشعب المغربي رغم هذه التوترات التي تذكيها الخطابات السياسية كما فعل المغرب آخر مرة بشكل يسيء للسيادة الجزائرية وبما فعل السياسيون الجزائريون عندما يتهمون المغرب بتصدير المخدرات إلى آخره، هذه الخطابات التي من شأنها أن تزيد من التوتر وإغلاق الحدود منذ عقدين من الزمن أو أكثر، هذه الخطابات التي من شأنها أن تزيد من التوتر، ولا للمعجزة أن الشعب المغربي والشعب الجزائري لا يتأثر بها. لدينا مثلا مثال في التاريخ بين الهندوراس والسلفادور في 1969، هناك ما يسمى اليوم بحرب كرة القدم، اندلعت حرب ما بين الهندوراس والسلفادور بعد إقصائيات كأس العالم 1970، يعني كانت سنة 1969، والذي حفز هذه الحرب ليس فقط المقابلة التي الشهيرة التي يتحدث عنها الجميع في جيوسياسيات الرياضة، ولكن التوتر الذي أذكاه الإعلام والسياسيون على مدى عقود من الزمن ما بين الدولتين. إذن من هذا الجانب أعتقد أنها نقطة إيجابية للشعب المغربي والجزائري، ولكن هل ستستمر لعقود من الزمن أيضا؟ لا أدري، يعني وأيضاً هذه مسؤولية على السياسيين. نعم سيد سعيد، إيمانا يعني مننا وخاصة يعني بموضوع بأنه فعلا الرياضة يمكن أن تقرب الشعوب وأن تكون هي عامل لتقارب الشعوب وأيضا لتصلح وما أفسدته يعني يمكن موضوع السياسة، نطرح هذا الموضوع وهي بادرت يعني حسنة في هذا الإطار. سيد معمر، يعني ألا ترى بأن يعني موافق أو طلب المغرب والموافقة من الجزائر، يعني ألا يكون هذا أيضا خطوة، يعني ليس موضوع فقط هو تحريك للمياه الراكدة، لكن هناك أبعاد، لا نتكلم عن موضوع فقط أبعاد سياسية واقتصادية، لكن هناك أبعاد أخرى أيضا تتعلق في هذا الموضوع ويمكن تكون
بادرة خير لرأب الصدع الموجود. هذا ما نتمناه، بادرة خير. الست لو فات كو الماروك سوليسيتي وطلبت من الجزائر من الاخضر باللومي ان يكون ان ريبريزونطون ان امباسادور سفير للمغرب في باش المغرب تحصل على لورغانيزاسيون تاع كاس العالم، هذا شيء مليح. الجزائر a répondu favorablement. ذكر بان الاخضر باللومي a demandé l'autorisation للمسؤولين الجزائريين باش يسمحوا له باش يكون سفير للمغرب. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه l'invité a rappelé le problème qui avait existé entre le Salvador et le Honduras. سيد عمر صحيح، وايضا يعني تصريحات هناك ذكرت بان الاخضر باللومي لم يتردد لحظه بهذه المسانده، ولكنه كان ينتظر يعني موضوع القرار السياسي في هذا الشان. نعم كان ينتظر، والدوله الجزائريه سمحت له باش يمشي. نعم. واش يبين هذا؟ يبين بلي يا اون فولونتي غيال دان رابروشمون بين الجزائر والمغرب من الناحيه المغربيه ومن الناحيه الجزائريه. وكي تكون هاد لا فولونتي ايبا ان شاء الله راح مع ماشي اليوم ماشي غدوه. طيب. بالك من 5 سنين 6 سنين 10 سنين بالك راح الاشياء بين الجزائر والمغرب تكون احسن من الناحيه السياسيه. نتمنى اليوم. نعم نتمنى ذلك. سعود اليك سيد معمر وايضا سيد سعيد، لكن سنذهب مشاهدينا لبعض المعلومات الهامه عن علاقه المغرب والجزائر التاريخيه مع الزميله رانيا الادريدي، ومن ثم نستكمل حديثنا. تجاذبات وحرب باردة طبعت العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب منذ استقلال البلدين على خلفية قضية الصحراء تحديدا، وصلت لدرجة القطيعة الدبلوماسية وغلق الحدود. في عام 56 تم اتهام السلطات المغربية بالتآمر مع فرنسا في حادثة اختطاف طائرة مغربية كانت تقل مسؤولين في جبهة التحرير الجزائرية وتتجه من الرباط إلى تونس العاصمة. في عام 63 خلال خلاف حدودي بين البلدين تسبب في مواجهات عسكرية عرفت بحرب الرمال. في عام 75 وبعد خروج إسبانيا من المغرب سيطر الأخير على الصحراء، فدعمت الجزائر جبهة البوليساريو بشكل علني. عام 76 ما أشعل الصراع بينهما، فقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأقفلت الحدود وطرد المغاربة المقيمون في الجزائر. عام 88 عادت العلاقات بين الجارتين بعد لقاء جمع ملك المغرب الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الراحل شاذلي بن جديد. عاد التوتر بين البلدين عام 94 بعد اتهام الحكومة المغربية للجزائر بالوقوف وراء تفجير فندق بمدينة مراكش، والجزائر تغلق الحدود مع المغرب ردا على قيام الرباط بفرض تأشيرة دخول على الجزائريين. استمر التوتر سيد الموقف إلى عام 2005 والذي شهد أول لقاء رسمي بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وملك المغرب محمد السادس في الجزائر. وشهدت العلاقات تحسنا ملحوظا في عام 2012 حيث شهد البلدان زيارات متبادلة لسياسيين ووفود ثقافية بهدف تعزيز العلاقات، لكن العلاقات سرعان ما عادت إلى التوتر في العام التالي بإعلان المغرب سحب سفيره في الجزائر ردا على ما جاء في مضمون رسالة الرئيس بوتفليقة إلى ما أطلق عليها اجتماع مؤتمر دعم الشعب الصحراوي بأبوجا في نيجيريا. وازداد التوتر عام 2017 بسبب موضوع عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وملف نازحين سوريين على الحدود مع الجزائر. لم تغير الشهور الأولى من عام 2018 في مسار العلاقات الجزائرية المغربية، وبقي الفتور والتوتر على حاله، لكن تطورا مهما في الرياضة هذه المرة قد يعيد الود المفقود بين الجارين، والذي تمثل مؤخرا في إعلان الجزائر دعمها رسميا لملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026. أعود إليك ضيفي الكريمين، لكن أبدأ مع سيد سعيد. سيد سعيد، برأيك هناك من يتحدث عن كثير موضوع يمكن ما ستجنيها الجزائر من موضوع الدعم هذا الترشح، وخاصة بأن يعني استضافة المغرب لكأس العالم هو للقارة بأكملها، لكن هناك مكاسب سياسية واقتصادية على أرض الواقع في حال تقارب موضوع الجزائر وأيضا مع المغرب.
يعني الموضوع ليس موضوع فقط رياضي، وإنما كما يعني أبعاد سياسية واقتصادية أيضا. نعم، الأبعاد الاقتصادية إلى حد بعيد قد تكون نزلت بثقلها على هذا القرار، ولكن بشكل جزئي جدا. أعتقد أن القرار سياسي أكثر مما هو اقتصادي، وكما قيل قد يكون بادرة جيدة. يعني على أساس سيد سعيد، على أساس أن أغلب المدن التي ستستضيف المباريات هي موجودة على الخط الحدودي مع الجزائر وقريبة، ويعني في حالة فتح البلدين للحدود سيكون هناك وفود كبيرة من كلا البلدين. لا، هذا هو المشكل الآن، أن الإرادة لفتح الحدود غائبة من الجانب الجزائري، وهذا سؤال، يعني كيف يتخذ هذا القرار على هذا الأساس، وأن المغرب منذ مدة يطالب بفتح الحدود والسلطات الجزائرية هي التي ترفض. أعتقد أن الجانب الاقتصادي مستبعد جدا على أهمية تنظيم كأس العالم في هذا، ولكن الهدف برأيي سياسي أكثر مما هو اقتصادي، والأمل كل الأمل على أن يحقق مثلا ما رأيناه في الألعاب الأولمبية ما بين إيرلندا الشمالية، فريق الريغبي أعتقد لسنة 2004، إيرلندا الشمالية والجنوبية اتحدا بفضل الرياضة، أو كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اللتان يعني كانت تحت راية واحدة. أتمنى أن تكون مثل هذه القرارات يعني صحوة ضمير للنظامين للمضي إلى الأمام. نحن مع التكتل، نحن مع الاتحاد المغرب العربي أو الاتحاد المغرب الكبير، لسنا مع هذه الوحدات الصغيرة التي تعاني مع السوق الدولية. نريد تكتلات من شأنها أن تخلق اقتصادات قوية في المنطقة، ولكن إلى حدود الساعة لم تستبطن بعد النخب السياسية في المغرب والجزائر الضرورة إلى هذه الوحدة، وظلت تذكي التوتر في كل مناسبة. صحيح، لكن على الأقل يعني الموافقة أيضا من الجزائر، رغم المبادرة من المغرب والموافقة من الجزائر، ويعني الموافقة من قرار يعني قرار رئاسي في هذا الموضوع، وأيضا كل يمكن هناك تأييد كبير لهذا الموضوع، يعني هي على الأقل بارقة أمل في حل الأزمة والخلافات. رأيك سيد معمر فيما قاله سيد سعيد، وأيضا للموضوع الاقتصادي والأبعاد السياسية والاقتصادية لما ستجنيها الجزائر من هذا الموضوع، وأيضا يمكن استنادا لما حصل في الأونة الأخيرة والاتهامات المتبادلة من الجهتين؟ Il faut rappeler que l'Algérie fait de la question sahraoui une question fondamentale. Et l'Algérie, si vous regardez les positions concernant en matière de sport et en matière d'organisation de la Coupe du Monde, eh bien qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, nous soutenons une candidature marocaine. Pourquoi? Parce que premièrement, ça sera le deuxième pays africain à l'organiser. Et... يعني سيد نعم سيد معمر، لكن يعني لو ممكن أنا أقدر هذا، لكن لو ممكن أن نحاول يعني على الأقل أن نستعمل يعني حتى لو كان في الجزائري واللهجة الجزائرية، يعني ليس هناك أي مشكلة، حتى اللهجة يعني الدارجة ما في مشكلة، نفهم يعني الموضوع، ما في مشكلة. هي 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 هي, هي, هي الجزائر، السياسه الخارجيه تاع الجزائر هي ما كانش لانجيرونس في الدول الاخرى، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، في الجزائر ما فيش، الدوله الجزائريه ما سيبار بين السياسه والرياضه، وحنا نتمنى بهذه المؤشرات اللي شاهدناها اخيرا، الجزائر وقفت وقالت نعم للخضر باللومي باش يساند المغرب، اللي يكون المغرب تقدر تورغانيزي كاس العالم. هذه مؤشرات ان شاء الله تكون لها بوادر باش تكون السلم في جهة المغرب، ويكون انفتاح بين الجزائر. صحيح، وهذا ما أكد عليه سيد معمر أيضا، يعني بادو الزاكي وأسطورة من أحد أساطير كرة القدم المغربية، بأنه يعني وقوف الجزائر ودعمها لهذا الملف قد يكون كما ذكرنا بارقة أمل، وأيضا فرصة لفتح الحدود بين الأشقاء. نعم، مثلا نذكر للمشاهدين بأن الجزائريين أو المغاربة فرحوا عندما الجزائر أو المغرب تأهلوا لكأس العالم. أكيد. الشعب الجزائري خرج وفرح عندما المغرب راحت كأس العالم مثلا، كيف للمغاربة. واش رانا نستناو وين تكون فرحة
تعم كل المغرب العربي مع تونس كذلك باش يكون لهنا تكون اون اكسبوزيسيون ميدياتيك العالم كله تكون عنده عينين على المغرب العربي ونبين بان المغرب العربي يوزن في افريقيا وكاين مارشي ايغالمون دو المغرب العربي من الناحيه الاقتصاديه. صحيح يعني هذا الموضوع ايضا هناك من يقول وايضا مراقبين بان يعني كل القاره الاوروبيه متوقفه على ايضا العلاقات بين المغرب والجزائر وايضا الاستفاده الكبيره الاقتصاديه منها وخاصه بان هناك يتحدثون عن سوق أفريقي كبير. سيد سعيد يعني برأيك لماذا كرة القدم وهل فعلا تستطيع كرة القدم لما تحملها هذه يعني من وصفوها بأنها شبيهة بالكرة الأرضية من ما تحمله من مشاعر ويعني فرح حزن إحباط غضب فعلا قادرة على كسر هذا الجليد وإذابته بين يمكن الأخوين والأشقاء في المغرب والجزائر؟ أعتقد لدي شقان للإجابة على هذا السؤال. هناك شق متعلق بهذه الصحوة التي تعيشها الشعوب منذ 2011 والتي ولدت بعض الجبهات بعض الحركات المجتمعية سواء في المغرب أو في الجزائر التي تضع حدا ونوعا من المنافسة بينها وبين البروباغندا الرسمية. إذا عولنا على هذه الجبهات هذه تستطيع أن تضغط على الأنظمة السياسية لتحقيق نوع من الوحدة وهذه المناسبات الرياضية قد تكون محفزا لمثل هذه الحركات. هناك الشق الثاني هو الذي أشار إليه ضيفكم الكريم وقضية الصحراء التي لا تزال تشكل عائقا على مستوى الأرض ما بين الدولتين وللأسف أن الدولتين عوض أن تذهب أو النظامين عوض أن يذهب في اتجاه حل المشكل يوظفان المشكلة بشكل سياسي لتصدير الأزمات الداخلية وبشكل جيوسياسي لتدبير العلاقات الدولية على مستوى بعيد كما حدث مؤخرا بالنسبة للمغرب ما بين المغرب بالنسبة للمغرب صحيح. وإيران ولكن لكي لو سمحت تفضل في نفس الاتجاه يعني أن ما حدث مع الخضر بلومي وهذه المباركة الجزائرية حدثت قبل شهر وأتى التوتر الذي شاهدناه جميعا ورغم صحيح. ذلك اليوم في هذه اللحظات هناك وفد برلماني جزائري في المغرب للمشاركة في قمة يعني صحيح. أننا نحن لا نستطيع أن نتكلم عن قطيعة نهائية ما بين المغرب والجزائر ولا نستطيع أن نتكلم عن مشاعر هناك مشاعر الود والمحبة بين الشعبين اللذين هما في الواقع الأمر شعب واحد ولكن ليس بين النظامين ما دام مشكل قائم هو قضية الصحراء. نعم يعني على كل حال نتمنى فعلا أن تذاب كل المشاكل وأن يعود يعني أن تعود الحدود كما كانت وكل العلاقات بين الأشقاء. على كل أشكرك من باريس السيد سعيد السالمي أستاذ الجيوسياسية في جامعة بوزانسو الفرنسية شكرا جزيلا لك وأيضا من الجزائر العاصمة معمر جبور صحفي بالقناة الإذاعية الثالثة كنت معنا من الجزائر وشكرا جزيلا لك.